افاق باش ندوز للمحور الثالث ورجعنا الحفاظ فيه. بالنسبه للافاق ديال الشعوب كانت تحول الجزء الاقتصاد الكبير. انا غنعطيكم من ناحيه ديال سوق الشغل ومن ناحيه ديال متابعه الدراسات العليا بعد الاجازه. اذا من ناحيه سوق الشغل عندك الحق في اجتياز جميع المباريات التي تخص المباريات العموميه كمثال متصرف من الدرجه الثالثه. عندك الحق الولوج يعني تدفع الابنات المقاولات الصغرى والمتوسطه سكونابي لي بي ام او المحاسبه تسيير تدبير الموارد البشريه. الحق في اجتياز مباراه ممارسه مهنه الوساطه في التامين يعني مباراه الوكلاء العامون للتامين مباراه السماسره للتامين وكذلك اللي كتدخل تحت اطار اداره ووصايه وزاره الماليه والاقتصاد. من ناحيه متابعه الدراسات العليا عندك الحق بعد ما يعني كتحصل على اجازه في شعبه العلوم اقتصاد وتدبير انك اما تكمل الدراسه ديالك في المدارس ذات الاستقطاب المحدود. هنا كنتكلموا على نيسي جي وليسي او مدارس عليا التجاره والتسيير يعني كدوز ان باسريل ديال الاسات. وعندك الحق ايضا تمشي للمؤسسه ذات الاستقطاب المفتوح ولكن الداخل ديالها كاين استقطاب محدود اللي هما لي ماستر كيكون انتقاء وكيكون اونتروتي كيكون كونكور سواء كيكون كونكور ايكري سولمون وكاين لي ماستر اللي كيكون فيهم كونكور ايكري اي كونكور اورال. اي فوالا هادو هما الافاق ولي موديل اللي كاينين في الشباب.